مرحبا ست شهد، شلونك؟ ان شاء الله بخير. هذا المجمع دور الشمس السكني، مجمع الزيتون بداخل دور الشمس. ها زيتون تابع، حلو. داخل دور الشمس 400 سكنيه، حلو. هذه مو شقق، بيوت النظام، بيوت حقنا كمج على مرتفع. يلا اوكي تمام. صوت قريب عندك. اذا تحبين تصورين هنا تمام. هذا شارع الزيتون، دخولية المجمع. وين صار شارع الزيتون؟ بابو غريب. ها تمام. هذا دور الشمس 400 وحدة سكنية، مدرسة ثانوية، مدرسة ابتدائية. حلو. تمام؟ ايه. الخدمات اللي داخلنا بس مدارس، هو كله بيوت. هذا نموذج اي كله خلصان ومبيوع، نهاية 22 سلم. حلو. نموذج سي، نموذج بي. على نهاية 23 تسلم. زين. هذه خريطة بي وذيك خريطة سي. الفرق بيناتهم انه هذا ثلاث غرف نوم، غرفة واحدة فوق، هناك غرفتين نوم. تمام. تمام؟ زين، أنا جي عن السؤال المهم، سعر المتر ايش قد؟ هو مو على المتر، هو سعر ثابت، المساحة ثابتة 252 متر. هو كم مساحة سعد المساحة الأولى؟ 250 متر. 250 نعم. بي ايش قد سعرها؟ بهذه الخريطة 235 مليون. بديك الخريطة 252 مليون. 252، المقدمة ايش قد؟ على خمس دفعات، أول دفعة 16%، ثاني دفعة 44%، ثالث دفعة 20%، الرابعة 10 والخامسة 10، على مراحل البناء. مشمول القرض بس البي. بس البي، قرض المصرف العقاري. قرض المصرف العقاري 125 مليون، يصير من عنده 118، يصير لك الدفعة الثانية. زين، فت سؤال، مو المساحة بين الدفعات كلش قليلة؟ يعني هو على مراحل البناء، لأن احنا راح نخلصك البيت نهاية 23، راح نسلمك مفتاح انت تطين نهاية الدفعة الأخيرة. هذا اوكي. طبعا عندنا خصم. اوكي خصم. على اي واحد تشتريها خصم مليونين. حلو. اثناء يعني اذا هذه هاي هسه بس مال المعرض انتج عليها.